قصة هذا الرجال اللي دعم مشهور ب 37 ألف ريال، في النهاية المشهور سحب عليه. طبعا هذا اليوم 17 معكم على التوالي، ترى ناوي اوصل 500 يوم بدون ما اقطع، فتابعوني عشان لا اقطع عنكم. ومره شكرا على كل الدعم والكلام الحلو اللي شاف المقطع الماضي، وشكر جدا خاصه الدعم الذهبي علي لانه دعمني بالتاج، والتاج اتوقع انه اقوى شيء في التعليقات. الله يسلمكم. السالفه ما فيها انه هذا الرجال طلع في مقطع وقال انه دعم مشهور ب 37 ألف ريال ودخل معه في قسط، وقال انه كان مره يحب هذا المشهور، لكن لما دخل معه المشهور قال له اسمع انا ما احب اطلع مع عيال، فطرده من القسط وكمل مع البنات. طيب في واحد اسمه يقول لك قسم الداعمين وقال من هو الداعم المضبوط ومن هو الداعم السيء وخلاهم تقسيمات، لكن انا في هذا المقطع بقسم لكم المشاهير وبقول لكم من هو المشهور المفروض انكم تدعمونه ومن هو المشهور حتى لو انكم تحبونه لا تدعمونه. اول شيء لازم تشوف محتوى المشهور هذا، هل هو قاعد يضر ولا قاعد ينفع. مثلا ممثل اباحي سوى بث وقاعد يضحك، وشخص عادي سوى بث وقاعد يضحك شويه، هل راح تدعم الممثل الباحي؟ اكيد لا. ممكن تشوف مقطعه تضحك بس لا تدعمه، غلط انك تدعمه، هذا الشخص ما يندعم، هذا الشخص اما انك تحاربه او انك تحاربه. وثاني شيء لازم تعرفه، هل هذا المشهور اللي انت راح تدعمه مسوي انه بطر ولا مسوي انه عزيز نفسي؟ يعني مثلا اذا نزلت له دعم يسوى ويستاهل، هل راح يقدرك ويشكرك ويرفع من قدرك، ولا بس راح يعطي اي تعبير كذا شكرا على الدعم؟ طبعا تنزل له دعم يستاهل، مو تنزل له ورده وتقول اوه ليه ما شكرني ورده، الله يجزاه خير على عيني وعلى راسي ومشكور ما قصرت، بس راها ورده. وطبعا اكبر مثال على المشهور اللي يقدر الداعم ويقدر المتابع وما يرفع صدره عليهم ويسوي انه عزيز نفسه انا. يعني انا اهم شيء عندي صدق والامانه، ترى انا واضح معكم اشكر كل احد، واتحداك تنكر هذا الشيء، وقابلني في الشارع اشوف ايش بقول لك، والله اذا ما عزمتك هذا كلام ثاني. فتامونا في التعليقات.